الشهيدة سميرة صالح علي النعيمي، هذه المرأة لم تموت إثناء الانفجار 25 من يوليو 2014، واستشهدت بعد الانفجار حيث تم اعتقالها يوم 27 من يوليو 2014، 38 يوما في السجن من أجل أن تتراجع عن إقوالها وإفعالها. قال القاضي: سوف تواجهين عقوبة الإعدام. ابتسمت وقالت: له كلنا فداء لهذا الوطن. هي من أهل الموصل، هذه المرأة فعلت ما لا يستطيع أن يفعله الرجال عندما كانت الموصل في قبضه يد داعش في وضح النهار وأمام إنظار جميع الناس. كتبت على الجدران: يعيش النبي يونس ويسقط أبو بكر البغدادي. وأيضا كتبت: يسقط أبو بكر البغدادي العميل الصهيوني، ويسقط أبو جهل البغدادي العميل الصهيوني. تسعجا هذه المرأة تحدت داعش في عقر داره وهي بدون سلاح، لا تستحق أن يذكرها التاريخ، لتستحق أن تمثل نساء الموصل بالشجاعة. هذا الموقف البطولي الذي قامت به عندما قامت بهذا العمل وهي مدركة كل الأدراك بأنها ستواجه الموت المحتوم من أجل الوقوف بوجه الظلم، وهي تعلم بأن أجرها سيكون على الله عز وجل. إن المؤرخين وينباء الموصلي، إينا الصحافة والإعلام، إينا الأساتذة والمثقفين، إينا الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، من هذه المرأة هذه الميرات بدأت حياتها من محو لامية حتى وصلت كلية الآداب قسم التاريخ وتخرجت بامتياز، وبعدها عادت دراستها من جديد في كلية الحقوق وتخرجت بامتياز لتواجه مصيرها المحتوم على يد داعش. لا تستحق أن يكون لها تمثال يعبر عن شجاعة الميرات الموصلية القوية التي لا تهاب الموت وتقول كلمة الحق في ظل حكم السلطان الجائر. السلطان الجائر عدمها ومنع ذويها من أقامة الفاتح لها ومصادرة جميع ممتلكاتها. والسلطان العدل بعد التحرير لم يقدم لها أو لذويها ولو رغيف خبز.